لان انا عندي تقارير كتير قوي من جماعه اصحابه كلهم. وائل شيتوس هيقطع فيا انا عارف. لا مش هيقطع فيك، الناس بيقول ايه ونرجع نحلل كلامه. عماد النحاس لو قعدت اتكلم عليه مش هيقضي الدقيقه والدقيقتين اللي انا عايز اتكلم فيهم عن عماد النحاس. اولا يعني تقييم اي انسان او اي لاعب بيبقى او اي مدرب طبعا بيبقى من خلال الناحيه الانسانيه والناحيه الفنيه. عماد من الناس المحترمه جدا على المستوى الشخصي، من الناس الجدعه جدا، صعيدي بمعنى الكلمه. اتشرفت بان انا زميلته في النادي الاهلي وهو يمكن انضم لينا من النصر السعودي، وكان مكسر الدنيا ساعتها وكانت صفقه مهمه جدا لينا في النادي الاهلي. وعماد من اللعيبه يمكن هو بقى طبعا يحكي لك كابتن على الكوبري الاولاني في التمرين الاول. اول ما استقبلته يعني حبيت ان انا يعني اقول له ان مش الدراويش بس اللي عندهم مهارات كويسه، ويمكن لبسته كوبري كده بلغه الكوره بتاعتنا، انما قال لي ما تجيش جنبي تاني بقى. يعني بعد كده بقيت بعد كده بلعب معاه على طول في الفرقه، بحيث ان انا عماد يعني بيخش بالدخلات ممكن كان يعورني، انما عماد النحاس من اللعيبه اللي امتعتنا بشكل كبير جدا. عنده هدوء اعصاب بشكل مبالغ فيه في الملعب، وهو كمان زي ما بقول لحضرتك على المستوى الشخصي انسان محترم وجميل جدا وصاحب صاحبه يعني. كمان على المستوى التدريب لما دخل عالم التدريب اعتقد ان هو ليه بصمه كبيره جدا مع فرق كتير من زي اسوان الشرقيه، يعني طلائع الجيش، كذا فرقه الصراحه عمل معاهم نتائج كويسه وعمل معاهم شغل كويس، وهو من المدربين الواعدين المقاولين العرب طبعا، وصوله افريقيا بعد فتره غياب كبيره جدا معاه. فبتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه ونسمع عنه سمع خير. وطبعا مبسوط جدا باللقاء ومبسوط جدا ان عماد موجود في قناته وقناه النادي الاهلي.